السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. صنعت العديد من الفيديوهات التي نشرها بعض الأفارقة على صفحاتهم في تيك توك الحدث، ونالت نصيبا كبير من التفاعلات بين الجزائريين، وأظهرت الفيديوهات المتداولة قوة كبيرة من الدرك الوطني. حصرت موقع عدل في حوش الريح بولاية البليدة من أجل توقيف ما لا يقل عن 200 مواطن إفريقي من بلدان مختلفة. احتلوا أسطح العمارات ورفضوا الامتثال لأوامر القوات الأمنية. وقال شهود عيان أن كاتبة كاملة التعداد للدرك الوطني قامت بمهمتها بنجاح، وأوقفت 80% من هؤلاء الأشخاص، وتم اقتيادهم في حافلات عمومية، فيما فر بعضهم إلى داخل الغابة المجاورة. والحمد لله لم تسجل خسائر بشرية أو مادية.